السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم إن شاء الله راح ألعب غرفة من غرف الكوميونيتي روم في لعبة سكيب سيموليتر. غرفة مميزة اسمها بويتس هوم، بيت الشاعر. رهيبة الغرفة هذه بس فيها باجز كثير. حاولت أخلصها في البث المباشر بس فيها باجز، يعني هذه المشكلة. أتمنى اللي سوى الغرفة إنه يغير، يعني يعدل الباج. الباج اللي فيها يعني فيها أشياء إذا تحطها قبل أشياء خلاص ما تقدر، يعني ما يصير ما تقدر تحط شيء ثاني. ميزتها إن هالبيت هذا، طبعا هنا قطو يقولك فيد مي الكلو كاتبنها بشكل قصايد ساجع فيها. تأخذ غرفة سهلة لو مو الباج اللي هنا لوح أصفر. هنا مثلا كاتب لك الألوان، تستخدم المفتاح هنا. هنا عندك حرف، هنا باب، هنا حرف، هنا بلوك اثنين، هنا بلوك، هنا حرف. هنا بلوك، هنا قصيدة تبين لك الباسورد حق الكيبورد اللي تحت. يقول لك if someone dropped a bomb in this room how many planets would die in the boom. الرقم الأول عدد البلانتس الموجودة أو البلانتس. يعني يقول لك if you say you know your ABC how many letters do you see. تحسب الأحرف الموجودة. العدد الثاني، العدد الثالث في you grinding that grind how many balls can you find. If you grind that grind okay how many balls you... عدد الكرات، عدد النباتات 1 2 3 4 5. العدد الاول 5. عدد الاحرف عندك حرف الاي هنا، حرف الدي هنا، حرف الاي هنا 3. عدد الكرات عندك كرة هنا 1، كرة فوق 2، كرة هنا 3 4 5 6 7 8. اوكي هنا في غزال طايح ادير تاخذه. الرقم 5 3 8. تاخذ مفتاح الاخضر، تفتح هذا. اوكي هنا من خلال الصورة هذه تعرف الوان البلوك اللي تحطها، احمر اخضر اصفر. حطها هنا. تاخذ المفتاح الغرفة اللي هناك. أو خلينا ندخلها بعدين. اوكي هنا تاخذ البيف وتاخذ البايب، تاخذ زيت الزيتون اللي تحتاجه ما تحتاج الباقي، تاخذ التوميتو. هذا التوميتو فيها بق. البوتيت استاخده بس ما تحتاجه. هنا في الحمام تحط البايب يطمر لك الفيل هذا، مجسم الفيل تاخده. هنا في قصيدة بس مكتوبة بالمعكوس تعلم كيف تسوي سباجيتي عشان تطعم القطل هناك. تقدر تقراها من خلالها حتى احط لك زوم. اوكي هنا البق الخطير، يبغى لك تحط بالترتيب هذا، لو ما تسوي بالترتيب هذا يمكن ما يمشي. حط اول شي البيف، تحط التوميتو، التوميتو يعني تنحط بس مرة واحدة، وتحط الاويل، بعدين تفتح هذا وتحط البان. لو تحط البان قبل
بصير بق وما ما راح تنحل، يعني ما راح تشوف المشهد هذا الصلصة، وحتى لو تحط سباق التاتق فهذا بق لعين في خطا يعني. اوكي يعني لو ما تسويهم بهالترتيب هذا خطا من الكرياتر او المطور، ان شاء الله انه يصلحه. اوكي تاكله راح يعطيك مجسم الاسد، وفي بعد باك ثاني في انك تحط المجسمات لازم بترتيب، هذا شيء سيء جدا في العاب الالغاز. كان هنا زبرة هنا قصيدة يعلم كيف ترتبهم، يقولك The Lion King of the Jungle likes his tall grass، تحطه في يعني في العشب الطويل. Elephant like his space، he enjoyed his mouse، تحطه في محل واسع عشان حجمه. If you ask me I couldn't tell you why but the zebra adores cacti، الزبرة تحطه تحت التين الشوكي. Last one dear who know no fear when pine trees are near، تحطه تحت الباين تريز. فالدير الأعشاب الطويلة، أو خلنا أول شي نحط الزبرة عند الكاكتي لأن فيها بق. الأسد هنا، غزال هنا، الفيل المكان الواسع. حلو، لو ما سويتها بهالترتيب بصير بق. جربت من قبل ما حطيت يعني الزبرة قبل، فعلي ما قدرت أحطها. طيب هنا ساحل بنفسجي. واو أخيرا، فهي غرفة حلوة بس لازم تسويها بهالترتيب والله، خلاص ما تقدر تكملها. أتمنى أنها عجبتكم، نشوفكم إن شاء الله على خير وفي أمان الله.